بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دعين. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، سعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. يتجدد بكم اللقاء ويتجدد بكم الترحيب في يومنا 12 من عمر هذا المهرجان، مهرجان سيدي ولي العهد في نسخته 6 لعام 2024، والذي يعد حدثا وطنيا اهتمام المملكة العربية السعودية بتراثها الثقافي والرياضي. والمقام هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف، لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أشواطنا ما زالت مستمرة وتحدياتنا ما زالت مستمرة في هذه الفترة الصباحية الكبيرة. تنطلق هذه الأسماء، تنطلق هذه الشعارات مع انطلاقة شوطنا الرابع العام للزمول. أعلنت انطلاقته قبل لحظات. سن الكبار، سن الزمول، بنوك الانتاج والمستقبل، والخمسة كيلومترات هي المسافة الحاضرة لهذه الانطلاقات، هي المسافة الحاضرة لهذه الآمال والطموحات. القسام من يفتتح هذا النداء، ومن يأتينا على مقدمة وصدارة هذا الشوط، حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، من يقدم لنا القسام على المقدمة وعلى الصدارة. بينما المركز الثاني وصل هنا متابعينا الأعزاء، وصل هنا العابر بشعار عثمان بن ضيف الله بن عايض الجميعي أو الجميعي، من يقدم لنا العابر على ثاني المراكز وعلى ثاني التحديات. النقلة والدور إلى ثالث المراكز ليرى الوصول والقدوم هنا على ثالث المراكز. وصل شعار بن حلوة، مطر بن سعيد بن علي بن حلوة الاكتبي، من يقدم لنا لزام على ثالث المراكز. المركز الرابع ومن بدأ يتسلل من مركز إلى مركز، وصل شعار الإحبابي، سعيد بن فلاح بن جابر بن مفرح الإحبابي، من يقدم لنا الفارس. مرحبا يا مالك متعب، مرحبا يا الإحبابي، هنا هنا في ميدان الطائف، هنا في عروس المصائف، ومرحبا بجميع الضيوف العانين والمشاركين هنا بين إخوانهم وفي مهرجانهم، مهرجان سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. فمرحبا بالجميع. المركز الخامس أرى الوصول والقدوم هنا من شعار بن جروح، من يأتينا على خامس المراكز وعلى خامس التحديات ليقدم لنا بارود فهد بن عبد الله بن جروح الشمري. بينما المركز السادس وصل هنا مشرف بشعار صفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف، من يأتينا على سادس المراكز. المركز السابع أرى الوصول والقدوم هنا أيضا من مكرم بشعار عزام بن ناصر بن رضا آل زيد الشريف، من يأتينا على سابع المراكز وعلى سابع التحديات. أبناء هذا الميدان، أبناء ميدان الطائف، حاضرين متواجدين هنا في هذا المهرجان وفي هذا الشوط، نتمنى للجميع التوفيق والسلام. المركز الثامن وصل هنا متابعينا الأعزاء، وصل هنا الفهد بشعار أحمد بن محمد بن نافع المرحبي، من يقدم لنا الفهد على المركز الثامن. بينما المركز التاسع وصل هنا شعار بن بيشان، من يأتينا على تاسع المراكز. حمد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، من يقدم لنا حياتي على تاسع المراكز وعلى تاسع التحديات. المركز العاشر أرى الوصول والقدوم هنا على عاشر المراكز، وصل هنا متابعينا الأعزاء، وصل هنا الهلالي بشعار هجن السيلية، من يأتينا على عاشر المراكز. حمد بن راشد بن سعيد المري في عملية التضمير. إذن متابعينا مشاهدينا الأعزاء، أتممنا على مسامعكم نداؤنا الأول للعشرة المراكز الأولى، للعشرة المراكز الباحثة عن هذا النماس وعن هذا اللقب في هذا المهرجان.
الكبير وفي هذا الشوط الكبير، عودة إلى مقدمة هذا الشوط، عودة إلى صدارة هذا الشوط، عودة إلى المقدمة، عودة إلى القسام بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، من يتصدر هذا الموقف ومن يتصدر هذا الشوط منذ انطلاقته وحتى هذه اللحظات، باحثا عن هذه النقطة الثمينة في هذا المهرجان الكريم، في هذا المهرجان الكبير، يريد أن يهدي أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة هذا النوماس الغالي وهذا اللقب الغالي. لم يكن للمشاركين الآخرين رأي آخر في هذا الشوط، شعار الحبابي قادما على ثاني، المراكز قادم على ثاني، التحديات سعيد بن فلاح بن جابر بن مفرح الحبابي، من يقدم لنا الفارس أيضا القادم والواصل هنا على ثالث المراكز. وصل هنا شعار بن حلوة، مطر بن سعيد بن علي بن حلوة الاكتبي، من يقدم لنا لزام المركز الرابع. المركز الرابع متابعينا مشاهدينا الأفاضل، وصل هنا شعار الشريف، من يقدم لنا مكرم عزام بن ناصر بن رضا آل زيد الشريف، يقدم لنا مكرم على رابع المراكز. بينما المركز الخامس، وصل هنا شعار المرحبي أحمد بن محمد بن نافع المرحبي، من يقدم لنا الفهد، ولكن عودة متابعينا الأعزاء، عودة إلى مقدمة هذا الشوط، عودة إلى الكتبي وشعاره اللي ما زال هنا يسيطر تمام السيطرة وكل السيطرة على مجريات هذا الشوط مع افتتاحة لوحة الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، كيلو ما يفصلنا عن هذا النوماس، كيلو ما يفصلنا عن هذا اللقب الغالي. ولكن الحبابي له رأي آخر في هذا الشوط، غير من الجانب الآخر وانتقل إلى مقدمة هذا الشوط، سعيد بن فلاح بن جابر بن مفرح الحبابي يقدم لنا الفارس أيضا القادم والواصل هنا. وصل هنا شعار بالحلوة، شعار بالحلوة يأتينا على ثالث المراكز، وبدأ يتسلل إلى ثاني المراكز، مطر بن سعيد بن علي بن حلوة الاكتبي، من يقدم لنا لزام، ولكن الحبابي هو الأقرب لهذا النوماس، هو الأقرب لهذا الفوز. إلى وين يا الحبابي؟ إلى أبناء العين، إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة مع افتتاحة لوحة الخمسمية متر الأخيرة، ما تفصلنا عن هذا النوماس يا الحبابي، ما تفصلنا عن هذه النقطة الثمينة في هذا المهرجان الكبير مع متعب متعب متعب. أو هنا الفارس سعيد بن فلاح بن جابر بن مفرح الحبابي، تهانينا لك والنوماس يا أبو فلاح على هذا الفوز، تهانينا لك، نزفها من أعماق القلب من هذه اللحظات، من هنا من بوابة ميدان الطائف. إلى وين؟ إلى العين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تهانينا يا الحبابي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. سعيد بن فلاح بن جابر الحبابي من قدم لنا الفارس، تهانينا لك يا أبو فلاح على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني، وصل شعار بالحلوة، من قدم لنا لزام، مطر بن سعيد بن علي بن حلوة الاكتبي. المركز الثالث، المركز الثالث، وصل هنا مشرب شعار صفر بن عقاب بن مساعد بن مساعد أزيد الشريف. المركز الرابع، وصل هنا حياتي بشعار حمد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي. المركز الخامس، المركز الخامس، وصل مرحب بشعار محمد بن مسلم بن حزام الهواشلة الدوسري. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، انتهت حكاية شوطنا الرابع للزمول، وكان عنوانها الفارس بشعار سعيد بن فلاح بن جابر بن مفرح الإحبابي، من أتانا في الأمتار الأخيرة مهديا أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الفوز المستحق. تهانينا لك يا الإحبابي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. نعود متابعينا مشاهدينا الأفاضل إلى التوقيت الزمني وساعة الوصول، لحظات ونوافيكم بالتوقيت الزمني، 8:10 46 جزءا من الثانية، كان هذا هو توقيت الفارس بشعار الحبابي. المركز الثاني، تهانينا لك يا الحبابي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني، وصل هنا متابعينا الأعزاء، وصل هنا لزام، والتوقيت الزمني وساعة الوصول 8:16 70 جزءا من الثانية،
كان هذا هو توقيت الزام بشعار مطر بن سعيد بن حلوة الكتبي المركز الثالث وصلون مشرف بشعار صفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف 8:22 85 جزءا من الثانية كان هذا هو توقيت مشرف المركز الرابع وصل هنا حياتي بشعار حمد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي المركز الخامس وصل هنا مرحب بشعار محمد بن مسلم بن حزام الهواشلة الدوسري. إذن متابعينا